مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري أو أي من الكواكب عندك موجودة في برج العذراء. بس عزيزي المتابع، أنت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا. إنزين، هني راح نتناول الجوانب العملية أكثر لحياتك. في برج العذراء عندنا الأموال، الوظيفة، المشاريع، حتى الدراسة. وبشكل عام راح نلقي نظرة على الحياة العاطفية، وآخر شيء ننتهي بالمفاجأة اللي خبيها لك. أول شيء جانب الأموال في برج العذراء، خلينا نشوف شلون راح تكون أموالك خلال هالشهر. أوكي، راح يصير عندك تغيير مفاجئ في الصرف. يعني في اموال اشوفك هني انت يا برج العذراء حاطنها على جنب من اجل اليوم الاسود، ولكن في شيء، شخص، ممكن يكون شخص، ممكن يكون شيء معين تحب ان تحصله عشان نفسك، شيء خص الحب. الحب مو فقط شخص، ممكن احب اني اسافر، ممكن شفت عقد وقررت، او مجوهرات، اوكي، او سيارة حتى، ولو ان هذا الشيء ما كنت مخطط انه راح اشتري. زين، هذا الشيء راح ياثر على ميزانيتي، ولكن راح اكون جدا مرن خلال هذا الشهر واشتري لنفسي الشيء اللي احبه. برج العذراء خلال هذا الشهر قاعد يذهب يصرف امواله على الاشياء اللي يحبها. في شيء او شخص، اوكي، هو اللي راح تصرف اموالك عليه. ممكن تصرف، ممكن شخص قال لك انت بخيل، تحاول تراضيه فتصرف عليه فتستميله. ممكن لقيت سويت شوبينج وعجبك شيء خارج عن ميزانيتك، اوكي، راح شويه يتعب ميزانيتك، ولكن مو لدرجه انه يقصفها، لا، راح يكون في اعاده ترتيب للاولويات. كان ما هني برج العذراء يقول حساب التوفير مو وايد ضروري، لازم اول شيء احصل الاشياء اللي احبها، السياره، البيت، الزواج. اوكي، اذا تنتظرون زواج، تنتظرون صرف من برج العذراء، جدا ممتاز. إذن، ويمكن هني ايضا انت راح تنوع مصادر دخلك يا برج العذراء. راح تدخل في انشطه جانبيه تجيب لك دخل زياده، يخليك مرتاح اكثر في حياتك. لما تزيد الماده ترتاح اكثر. خلينا نشوف الوظيفة، للي منكم عندهم وظيفة. عشر الأغصان، كأنما هني أحس برج العذراء حاط لنفسه خطة للخروج من العمل، عشان كذي هني عندك نوع من الانتقال، تغيير. قاعد تشيل فلوس انزين من حساب التوفير وتحطها يمكن حتى في مشروع، عشان قايل انت قلت بينك وبين نفسك أنا هاي الوظيفة ما ابي اتم فيها لحد ما يوصل عمري 40 او 50، او لحد ما يتقدم بي العمر. ابي من الحين ابتدي في بزنس اسس نفسي فيه عشان استطيع اني اترك هاي الوظيفه اللي متعبتني. ولو ما عندك نيه ان تترك وظيفتك، ففي الفتره القادمه زين دخولك في اي نوع من الانشطه الخارجيه راح شويه تخفف عنك التعب في الوظيفة، لأن أشوف أن الفترة القادمة راح يكون فترة وايد مشغول فيها في الدوام، وايد فيها مهمات، كل المهمات قاعدة تقع على عاتقك أنت، كأنما ما في أحد في القسم، ما في أحد في الوزارة، في الوظيفة غيرك أنت. دائما وين برج العذراء، خلينا نعطي هاي المهمة. فهني أشوف برج العذراء صاير جدا ذكي، وقاعد يفتح لنفسه باب مختلف للدخل. خلينا نشوف المشاريع حق منكم اصحاب المشاريع. اوكي، مخطط، عندك طاقة التخطيط خلال هذا الشهر، طاقة اللي راسم على شيء. والمصيبة في الموضوع ان انس صاير جدا سيكرت، جدا سري، ما قاعد تقول حتى للناس اللي تثق فيهم، ما قاعد تبين ان عندك فلوس، عندك نية ان تطلع من الدوام، عندك نية ان تفتح لك مشروع. كل هاي الطاقات موجودة، ولكن انت ابدا لا حس ولا خبر.
فهذا طاقة ذكية ترى. ولكن اللي منكم اوريدي موجود في مشروع، اشوف هني انه ابتدى تتضح عندك رؤية شنو لازم اسوي في مشروعك خلال شهر سبتمبر. راح تكتشف شنو لازم تسوي في مشروعك عشان تاخذه الى مستوى افضل. عشان يصير المستوى الافضل ياتيك بالاموال اللي تتمناها، عرفت؟ راح تاتيك الفكرة خلال شهر سبتمبر، ولكن الذكي ان انت ما راح تتكلم لولا احد ولا حتى المقربين منك، لان هني الطاقة الموجودة طاقة العالمة حافظة الاسرار. الشيء راح تقدر تحققه في مشروعك في حياتك العملية اذا كنت سري بخصوصه، مو اذا الكل قدر يعرف افكارك ويناقشك في افكارك وينشر افكارك. ابدا خليك سيكرت. خلينا نشوف الدراسة. العاشقين، اوكي، كرت برج الجوزاء. اذا تنتظر قبول من منحة او بعثة لتخصص معين او من جامعة معينة، احتمال انك قدمت على جامعة صعب انك تحصل، صعب انك تنقبل فيها، في الفترة القادمة راح تنقبل باذن الله. ولكن هني التأثير، اوكي، برج العذراء رسالة لك في الجانب الدراسي ان لا تركز على الدرجات وايد، ركز على العلاقات العامة. يا مناس درجاتهم كانت عادية أو متوسطة ووصلوا إلى أعلى المناصب في الحياة لأن عندهم طريقة سحرية في إبهار الناس. عندك طاقة الكوبين متكررة مرتين، تلاقي. المهم أن تبدع في مقابلة العمل، في مقابلة الجامعة، مو في الدرجات نفسها. فاعمل على تجذيب مهاراتك الاجتماعية، مهارات الكاريزما، مهارات الكلام واللطف، اوكي، هاي اللي راح يساعدك ان تصل الى حتى طموحك الدراسي اللي باكر مرتبط بالوظيفة. نشوف الباحثين عن عمل. الغصن الاول راح يكون في نوع من انت راح تشارك في نشاط. اذا انت تبحث عن عمل راح تشارك في نوع من الأنشطة، يمكن حتى تتعرف على شخص جديد، إنزين، شخص عن طريق شخص عن طريق شخص راح يعرض عليك فرصة للعمل لديهم. عندنا هنا طاقة الأبراج النارية، أسد قوس حمل، إنزين، ولكن هذا الشخص أوريدي يملك منصب في المكان أنت يمكن ما تدري عنه لحد الآن. أنت ما تدري أن الشخص اللي التقيت فيه هو صاحب منصب، ولكن لما تبتدي تتعرف عليه تشرح له عن حياتك وتشرح له أنك تبحث عن وظيفة راح يساعدك. في الفترة القادمة أحرص أن أنت تتكلم مع الناس. شوف عندك طاقة الكاريزما، الاستلطاف، وأن أنت تتكلم تعبر أنك تبحث عن وظيفة. خلنا نشوف الحياة العاطفية بشكل عام. شو راح يكون توافقك مع الشريك في الشهر القادم، أو سوري في شهر سبتمبر. كرت النجمة. شريكك يقول خليك بعيد حبك يزيد. ليش ما أدري، يمكن أنت تتعامل مع دلو أو أحد الأبراج الهوائية، بس هني أنت تتعامل مع شخص يريد شوية أنه يبتعد مو بس عنك، عن الكل. يمكن عنده رغبة، ابتدت عنده رغبة جديدة انه يستقل بنفسه. في اطباع جديدة عند شريكك انت ما تعودت عليها، فهو هني يبي يبتعد عشان يحسن نوع من الحرية الشخصية. يبتدي في مشروع، يشتغل في وظيفة راح تبعد عنك في دولة ثانية، اوكي، فراح تكون العلاقة صعبة، ولكن ما راح ينطفي الحب. النجمة نشوفها في الظلام بعيدة، ولكن نشوفها. راح يظل الحب قوي بينك وبين الشريك، الارتباط الروحي، لكن راح يكون في نوع من البعد الجسدي او البعد بسبب الظروف العائلية. واذا ما عندك شريك يا برج العذراء، انتظر قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك. ان شاء الله بسويها بعدين. خلينا نشوف الصحة. الكوب الاول وستة الاكواب. إذا سويت عملية
هني قاعدة تهيني طاقة أحد من برج العذراء، سوى عملية أوكي في السابق، غير في نمط حياته، توقف عن التدخين، توقف عن الشرب، توقف عن مثلا أكل السكريات، والحين ذاهب إلى المستشفى فقط من أجل إجراء فحوص روتينية. الفحوص راح تطلع إن شاء الله جيدة، بس إن ظل حط بالك على نفسك أوكي، بس لأن الدكتور قال لك أنت عافيت من المرض، أنت خلصت من المرض، مو معناته أنه ما يقدر المرض يرجع لك. إذا أنت رجعت لنفس الأطباع، نفس النمط اللي كنت تسويه وسبب لك هاي الشيء في جسدك، خلينا نشوف الأمور القانونية. إذا عندك يا برج العذراء أي شيء في النظام القضائي أو القانوني، قضية تنتظر الحكم فيها. سبعة الأكواب، أنت اللي عندك نوع من الخوف، ترددك، عدم ثقتك، زين، حجة، أنت ما حجتك، وإن كان أنت لك حق في اللي قاعد تطالب فيه، ولكن أحس هني إنه يمكن المحامي أو أنت ما رتبتوا الحجة بشكل جدا منمق، بحيث إن لما تعرضها على النظام القانوني أنت اللي تربح القضية، عرفت؟ يعني مثلا لو عندك اتهام أو أحد متهمك، أنت تملك الأدلة، تملك الرصيد، تملك الأوقات، ولكن ما قاعد ترتبها بشكل عشان تعرضها وتنجح. الأشياء لحد الآن عندك مبعثرة، محتاج أن تعيد ترتيب حجتك وفايلك وقضيتك، ترتب حف فيها وترتب الأوراق، ترتب الأحداث. عدم ترابط الأحداث والأسباب في عقلك أنت في حجتك راح يحسم الموضوع ضدك ترى. أوكي، محتاج ترتب أمورك في القضايا. خلينا نشوف شنو راح تكون طاقة التحدي أو الطاقة اللي تستفزك خلال شهر سبتمبر. Obsession، كثرة التفكير، لأن أنا فشلت في الماضي راح أفشل في الحاضر، لأن أنا رفضت في الماضي راح أرفض في الحاضر. لما نظل وايد نفكر خصوصا في الماضي ونستخدم أن هو البوصلة، الماضي هو البوصلة اللي راح نحدد فيها طريقنا في المستقبل، هذا أكبر غلط. الحاضر، طريقة تفكيرنا في الحاضر هي اللي راح تحدد مستقبلنا مو الماضي. إخراج الماضي من رأسك هو التحدي لك خلال شهر سبتمبر. نشوف شنو الطاقة اللي راح تعينك. أو هني دائما الشخص كأنه مواقف هني دائما يحس إن الذنب ذنبه أو الغلط غلطة. أوكي، بالضبط هذه الطاقة اللي راح تعينك. resting tree، patience الصبر، سلس الثبات، resting tree شجرة الاستراحة، ان انت تروح تستريح عند شجرة. الاستراحة هني بما معنى اي نوع من الاستراحات اللي يخرجك من كثرة التفكير. زين، برج العذراء واقعي ويحب انه يفكر دائما، ولكن كثرته راح تأثر على ادائك خلال هذا الشهر. التأمل، النوم، القيلولة، لا تفكر وايد في التحكم. لما تحاول وايد تتحكم بالأمور هني أنت راح تتعب، وأيضا النتائج ما راح تعجبك. لما تعرف المفتاح، المفتاح أنك تكون مرتاح. دائما لما نشوف ناس إحنا نقول عنهم باردين، باردين في الحياة لكن ينجزون كل شيء إحنا فكرنا أنه ما راح يقدرون ينجزونه. يأتون على الوقت، يخلصون مهامهم على الوقت، يسلمون المشاريع على الوقت، يحصلون على الدخل اللي احنا ما توقعنا لهم، وهم باردين. مو عن طريق كثرة التفكير وحرق الراس وكثرة التدخين. حتى كثرة التدخين احسها موجودة في طاقتك هذا الشهر. برج العذراء، اوكي، هيرافانت،
بانتظارك زواج تقليدي. احتمال كبير يا برج العذراء ان في احد راح يقترح عليك او ياتي لك بمرشح من اجل زواج تقليدي. انزين احس ان انت راح تعجب بهذا الشخص مع انك ما تتوقع انك تعجب فيه، لانه هو مثلا متدين وايد وانت متحرر، او العكس انت متحرر هو متحرر انت متدين، شيء كذي. ولكن شيء يأتيك عن طريق مو بس عن طريق الزواج التقليدي، عن طريق المؤسسة الدينية اللي انت تنتمي لها، اذا كنت مسيحي يهودي مسلم، عن طريق المكان الديني اللي ترتاده دائما، راح يصير في كونكشن او تعرف على شخص جديد في الحياة العاطفية. راح يفتح لك باب المكان الديني، راح يفتح لك باب للارتباط وايضا للحياة العاطفية. الحين اشوفكم كلكم تكثرون من الذهاب الى الاماكن الدينية فقط من اجل الالتقاء بالشخص